السؤال الثالث يقول اذكر مادة تقاس باللتر. كابتن الناظم قال الماء، انت قلت الماء، قلت لك عيد، قلت بنزين، بنزين جابت لك 22 نقطة. كابتن وصلنا 186، يعني باقي 14 نقطة. 14 نقطة بس اذا اكو خطا يعني خلينا نشوف. شو تقول انت؟ راشديه؟ ها؟ انا قلت راشديه يمكن. اي خلينا نشوف. السؤال الرابع يقول اشتق اسم اخر من اسم رشيد. كابتن ناظم قال رشيده، اخذ 15 نقطه. انت قلت راشديه. راشديه اسم موجود ولكن جدا قليل. الآن بدينا بالخطر، يعني بالوقت الضايع. الـ14 نقطة راح تأخذها الآن بالسؤال الخامس، الله الأعلم. أنت شو تقول؟ إن شاء الله. السؤال الخامس قال اذكر نوع من أنواع المكسرات. الكابتن ناظم رأساً دخل على الفستق، والفستق 25 نقطة. أنت قلت جوز، والجوز احتمال ضعيف، يعني فستق، الكاجزو، المدري شنو، الحب احمر، حب ابيض، اللوز. الجوز اقوى. خلينا نشوف، خلينا نشوف. لا الجوز مو اقوى، يعني ماكو هاي ناس يحبوا ياكلوا ضمن المكسرات لوحده ممكن بالطبق. خلينا نشوف ايش قد النقاط. النقاط اللي جابت لك اياها الجوز هي نقطة. مبروك 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 مبروك. تفضل 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 تعال. مبروك. طبعا طبعا احنا سعداء بوجود نجومنا الكرويين اليوم، وسعيدين بهذه الحلقة، وسعيدين أيضا بفوزهم. مبروك للجوية، مبروك للكابتن ناظم والكابتن سامح والكابتن سامر وللكابتن مظهر، هذا الظهور الجميل وهذا الظهور الحلو. إذا وين الجائزة اللي قيمتها 10 مليون؟ جيب لي إياها توني. ألو، هدية متواضعة، جائزة قيمتها 10 مليون أخذوها باستحقاق، مثلما كانوا ينتصرون يفوزون على الكرة على الفرق الرياضية الأخرى. إذن نقول مبروك للكابتن ناظم. تفضل كابتن. شكرا. أهلا ومرحبا، وشكرا جزيلا لكم طبعا.